السلام عليكم إخواني ومتابعي قناة حكيم أبس، أتمنى تكون بألف خير صحة وسلام. شرح لهذا الفيديو إن طلب مني كثير المتابعي قناة حكيم أبس. في هذا الفيديو سوف أشرح لكم كيفية مشاركة بوست في جميع مجموعات الفيسبوك دفعة واحدة من الهاتف بطريقة جد سهلة وبسيطة. كما العادة لا تنسى الاشتراك في القناة، تفعل زر الجرس ليصلك كل جديد، دعم محتوى بمشاركة الفيديو. نبدأ في الشرح على بركة الله. مرحبا بكم اخواني واخواتي من جديد، نبدا في الشرح على بركه. راح نقوم بالدخول لمتجر جوجل بلاي، ثم بعد ذلك راح نقوم بالتحميل هذا المتصفح. راح احسب لكم رابط تحميل هذا المتصفح اسفل الفيديو في الوصف. ثم بعد ذلك اخواني راح نقوم بالدخول الى جوجل كروم، ثم بعد ذلك راح نقوم بتحميل هذه الاضافه. راح احسب لكم رابط تحميل هذه الاضافه اسفل الفيديو في الوصف. نقوم بالضغط هنا على تنزيل، ثم ننتظر حتى يتم تحميل هذه الاضافه. تم تحميل هذه الإضافة. حجم الإضافة 13 ميجا بايت كما تشاهدون. نقوم بالضغط هنا على حفظ الملف، ثم بعد ذلك نقوم بالضغط هنا على تنزيل. الآن تم تحميل الإضافة بنجاح إخواني. أخي الكريم، لا تقوم بالخروج من الفيديو ثم تقوم بتحميل الإضافة. أولا تابع معي الفيديو حتى الأخير، ثم طبق الطريقة بالطريقة الصحيحة والله يوفقك. تابع معي الفيديو. راح نقوم بالخروج، ثم راح نقوم بالدخول الى كيوي براوزر الذي قمنا بتحميله قبل قليل. ثم بعد ذلك اخواني راح نقوم بالدخول هنا الى الفيسبوك، ثم راح نقوم بتسجيل الدخول الى الفيسبوك بالطريقه العاديه. ثم بعد ذلك اخواني راح نقوم بالضغط هنا على ثلاث نقط في الاعلى، ثم بعد ذلك اخواني راح نقوم بالنزول الى الاسفل، ثم راح نقوم بالضغط هنا على ملحقات. ثم بعد ذلك اخواني راح نقوم بالضغط هنا على فروم زيب كما تشاهدون. ثم بعد ذلك راح نقوم بالدخول الى داونلود ملفات الهاتف او التنزيلات كما تشاهدون. ثم راح نقوم بالضغط على الاضافه التي قمنا بتحميلها قبل قليل. ثم راح نلاحظ راح تضاف معنا الاضافه الى المتصفح كما تشاهدون اخواني. هنا كما تشاهدون تم تحميل معنا الإضافة بنجاح. إذا لم تكن عندك مفعلة الإضافة تقوم بتفعيلها من هنا بهذه الطريقة كما تشاهدون هنا حتى تصير معنا باللون الأزرق. إذا لم يكن مفعلا عندك وضع مطول البرنامج تقوم بتفعيله من هنا إخواني أخواتي. ثم بعد ذلك نقوم بالضغط هنا على الثلاث نقاط، ثم نقوم بالنزول إلى الأسفل، ثم نقوم راح نلاحظ هنا تمت إضافة معنا الإضافة بنجاح. نضغط على ضغطة، هذا هو شكل الإضافة إخواني أخواتي. حتى تكون معنا واضحة نقوم بالضغط هنا ثلاث نقاط، ثم نقوم بالضغط هنا على موقع إلكتروني هنا إخواني، ثم بعد ذلك نضغط هنا ضغطة، ثم نقوم بكتابة بوست بهذه الطريقة. لاحظوا تم انبثاق معنا الخاصية الإضافة بنجاح. نقوم بالضغط هنا على ستارت، ثم هنا راح تظهر معنا جميع المجموعات التي على الفيسبوك الخاص بنا. ننتظر حتى يتم تحميل جميع المجموعات. لاحظوا إخواني هنا تم تحميل معنا جميع المجموعات كما تشاهدون. ثم بعد ذلك أهم حاجة أريد أن أنوع على أريد أن أركز على إخواني إخواتي، وهنا ضبط الوقت هنا إخواني، يعني فرق ما بين المنشور والمنشور الآخر. إذا كان عندك عدد كبير من المنشورات أنصحك أخي كلما ارتفع عدد يعني عدد النشر ما بين المجموعة والمجموعة الآخر لم يتم قفل حسابك. أركز إخواني أفضل 10 إلى 15 كما تشاهدون، أو 15 إلى 20 أو إلى 30 أو 30 إلى دقيقة كما تشاهدون إخواني أخواتي. ثم هنا تقوم بكتابة البوست، ثم هنا يمكنك إضافة رابط للمنشور الفيسبوك من صفحتك الخاصة. ثم هنا أريد أن أنصحك نصيحة أخي أو أختي. هنا عندي مثلا أنا عندي هنا كما تشاهدون 61 مجموعة. أنا لا أنصحك أن تقوم بالنشر
يعني مباشرة إلى كل هذه المجموعات. أنصحك أخي إذا كان عندك عدد 20-15 المجموعة تقوم بالضغط هنا على Select All، ثم تقوم بتحديث 15 أو 20 مجموعة أخي أختي الكريمة. إذا أنا عندي عدد المجموعات كثير راح أقوم بإلغاء كل هذه، ثم أقوم يدويا بتحديث 20 مجموعة لسلامة حسابي أخي، لكي لا يتم قفل حسابي. وركز على هذه الخاصية لكي لا تكتب لي في التعليقات أخي حكيم أخي عبد الحكيم تم قفل حسابي بالنشر في المجموعات، لأن الفيسبوك تنصحك بالنشر يوميا في 20 مجموعة. من يمكنك النشر في 20 مجموعة ثم تقوم يعني بفرق ساعة أو ساعتين ثم تقوم بالنشر في 20 مجموعة أخرى، وبالطريقة تعمل دائما بهذه الطريقة. يعني الفيسبوك ستلاحظ بأنه يعني طبيعي أن تتعمل بهذه الطريقة، طبيعي لا تستعمل أي شيء يخرق القانون كما تشاهدون. هنا تم تحديد 20 مجموعة أنا في السالم، ثم بعد ذلك كما تشاهدون هنا الأعداد 20, 21, 22، يعني عندك يعني أرقام يمكنك دائما أن تكمل حتى 40، ثم من 40 حتى 60، ثم من 60 حتى 80، وهكذا تعمل أخي أختي الكريمة كما تشاهدون بكل سلاسة لاحظوا. ثم بعد ذلك تقوم بالنزول إلى الأسفل، تقوم بالضغط هنا على سبميت بهذه الطريقة، ثم تلاحظ هنا في الأسفل يتم النشر في جميع المجموعات. أنا لقد عملت يعني فرق كبير، لاحظوا هنا يعني حتى الدقيقة، يعني راح يتم استغراق معي وقت كبير. لاحظوا إخواني قمت إعادة يعني ضبط الوقت هنا، ثم كتبت هنا بوست، ثم قمت بتحديد 20 مجموعة لكي تلاحظوا مباشرة يعني النشر مباشرة في المجموعات، لأنه قبل قليل قمت بضبط دقيقة راح يستغرق مني وقت. أنا أريد أن يكون كل شيء واضح أمامكم هنا على على الفيديو. أضغط هنا ثم تلاحظون هنا يتم النشر مباشرة، لذلك قمت يعني بضبط طبيعي من 15 من 5 إلى 10، ثم قمت بكتابة بوست، ثم هنا قمت بضبط 20 مجموعة، ثم بعد ذلك قمت كما تشاهدون هنا بوست شير كما تشاهدون باللون الأخضر، هنا كما تشاهدون التاريخ هنا 9/1/2022، يعني حصري مباشرة أمامكم إخواني كما تشاهدون. يعني أريد أنصحكم أن تعملوا في السليم، تقومون بالضبط الوقت ما بين 15-20-30-60 بهذه الطريقة راح تعمل في السليم، ثم تقوم بتحديد 20 مجموعة ب20 مجموعة إخواني. أنا أريد مصلحتكم، أريدكم أن تعملوا ولكن بالطريقة السليمة لكي لا يتم قفل حسابكم الفيسبوك. كما تشاهدون هنا تم النشر مباشرة إخواني، تم النشر هنا في 5 مجموعات وهنا تبع 6 مجموعات. بهذه الطريقة راح يتم النشر في جميع المجموعات بطريقة جد سهلة وبسيطة، ولكن لا تنسى الاشتراك لأن عدد كبير من الإخوان ألاحظ لا يشاركون في القناة، والمتابعون القناة قليلون في المشاهدة. أريد أن تدعموا المحتوى لكي أقدم لكم دائما الجديد إخواني أخواتي. إن شاء الله راح يقوم بيعني تطوير القناة إن شاء الله. أتمنى الشرح يكون نال إعجابكم، أتمنى الشرح يكون خفيف ظريف على قلوبكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة، فعل جرس التنبيهات من كل جديد، دعم المحتوى بمشاركة الفيديو. سلام.